هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، صينيه السمك البوري بالبطاطس وشويه خضار. بصراحه من الاكلات الحلوه لما الواحد يبقى عايز يعمل الغدا بسرعه وفي نفس الوقت يبقى خفيف من دون بقى دهون وتحمير وحاجات من الكلام ده، مفيش احلى من الاسماك. تمام، بصوا انا معايا سمكتين بوري حلوين كده، وطبعا ممكن نستخدم السمك البلطي بنفس الطريقه مفيش مشكله. سمكتين بوري متنضفين وجمال كده واخر لذاذه. تمام، معانا بقى ايه؟ بطاطس متقطعه شرايح، مش عايزين البطاطس تبقى متقطعه شرايح تخينه علشان ما تاخدش وقت كبير في الفرن. انتوا عارفين السمك بيستوي على طول، فعايزين البطاطس ايه تبقى الشرايح بتاعتها رفيعه شويه، يعني مش لدرجه انها تبقى زي الشيبسي، لا اتخن طبعا، بس ما تبقاش تخينه زي صينيه البطاطس بالفراخ بتاعتنا العاديه دي. ظبطي كده حلقات البطاطس تبقى سمكها وسط. محتاجين كمان بصلتين كبار كده متقطعين صغير، معانا مثلا كرفس متقطع يعني الكميه اللي انت عايزاها مفيش مشكله، معانا فلفل رومي متقطع مكعبات، فلفل رومي اخضر او الوان كله ينفع، معانا كمان طماطم متقطعه مكعبات، معانا كمان شويه بقدونس، اربع فصوص من الثوم المفروم، معانا عصير ليمون، معلقتين كبار من عصير الليمون، معانا كمان معلقه كبيره من بهارات السمك. بهارات السمك موجوده عادي عند العطار، مش غاليه ابدا ولا اي حاجه، بس بتدي بقى طعم ظريف وبتعمل كده توابل حلوه قوي مع السمك والخضار زي اللي بناكلها في المطعم بالظبط. ملح، فلفل، رشه شطه، هنحط بابريكا، وممكن كمان نحط شرايح ليمون كده في وسط ايه البطاطس والسمك في الصينيه. بس كده وصفه خطيره، ان شاء الله يا رب تعجبكم. نجيب كده بوله حلوه اهو، لا دي صغيره، استنى انا حطيت ايدي كده اجيب بوله طلعت صغيره، ايوه الكبيره دي. عايزه احط كل بقى الخلطه دي مع بعض، الطماطم والبصل والفلفل والثوم كله كله اهو، كل الخلطه الظريفه دي علشان تتبل ايه مع السمك والبطاطس. دي بهارات السمك اهو، وفي بابريكا وشطة. اهو دي البابريكا وسنة شطة خفيفة قوي، بابريكا ريحتها مميزة عشان بتبقى مدخنة. ثوم، ومعانا بقى ليمون. بس الدنيا سهلة قوي، اسهل واخف حاجة بصراحة السمك. ملح وفلفل، ومعايا بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها اللي هنا كده جنبي، هنفرش كده ايه فرشه من الخضار الحلو ده كده، ومعانا البطاطس نحط كده ايه البطاطس عليها كده. او ممكن تعملي حاجة تانية، تحطي الخلطة على البطاطس بدل ما تعملي زي ما انا عملت، بحيث انها تبقى ايه متوزعة فيها كلها. بس انا هحط تاني على البطاطس كده من فوق الخلطة الحلوة دي. ومعايا بقى السمك اهو متنضف وزي الفل، هناخد برضو من الخلطة دي كده جوه السمك نحطها كده، ناخد السمكة التانية اهو، طعمها يا جماعة بيبقى خطير. لا استنوا، بنعملها كده وكده نعكسهم كده، وطبعا كل باقي الخلطة دي كده اهو مش هنسيبها ابدا. كده معانا شرايح من الليمون، ممكن كده ايه نحاوط بيها السمك كده، بس كده. وهعمل ايه؟ هغطي الصينية دي بالألمنيوم فويل وادخلها فرن سخن درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعد كده شيل الألمنيوم فويل واسيبها كمان 10 دقايق، ربع ساعة كمان بالكتير، يعني الموضوع كله ياخد له نص ساعة
بالكتير هنلاقي البطاطس استوت، مش محتاجين نحط لها ولا ميه ولا اي حاجه، هي كل الخضار اللي احنا حطيناه ده هينزل ميته، وكمان السمك هينزل ميته، كل بقى الاطعمه هتدخل في بعض، مش قادره اقول لكم على اللذاذه، خطيره. عايزه تحطي مع الخلطه معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، تدي لون احمر كده للبطاطس والسمك، هتبقى برده حلوه جدا. لو مش عايزه يبقى بس كده، بتطلع حته صينيه من لذاذتها، يعني مش قادره اقول لكم. الواحد كده انا بقعد بالشوكه كده ايه القط البطاطس من كتر ما بتبقى لذيذه وشاربه من طعم السمك والخضار، خطيره. لو احتاجتي تفتحي عليها الشوايه حاجه خفيفه خالص كده في الاخر، ممكن تعملي كده او من غير ما نفتح الشوايه، والاستاذه سمر جابت لكم يعني الصينيه التحفه بتاعتنا اهي، خطيره. يعني مش قادره اقول لكم احلى سمك في الدنيا، وسهل كده ومشوي ومعاه بطاطس. بصوا اكله صحيه ما فيهاش دهون ولا اي حاجه، عايزه بس كده شويه رز ولا حاجه، بتبقى خطيره. جربوها وبالهنا والشفا. فاصل بسرعه، ندخل دي نغطيها وندخلها الفرن، واجيب بقى مقادير سلطه التونه بالمايونيز، خطيره. خليكم معانا.